Martini with dumb bass. Yeah. Bass with dumb. So I use it as a like samba feel, like. بستعمل دايما افكر كانه آلتين عم يلعبوا. Two instruments playing at the same time. Piano, it sounds like two people playing. Yeah. No, two people playing, two percussions, like. حلو صوتها. Yeah? مش بتحس مش طبلة. غير شيء كانه قريب كثير قريب كثير هيدي هي كثير بيس لانه هي فيها تحت مثل سبوفرز تحت فيها من جوا هي خشب بوكس خشب بس كثير حلو بيستعملوها هلا بكثير ستايلز يعني اسمعوا الباس هيدا فيها تو سترينجز من جوا بعتقد هيك بيطلع الصوت ف بالبراش بيطلع تقريبا الصوت اور ليه لا في نستعمل نفس الشيء على الطبلة ايدر هيك اور هيك اكثر بيعطوا صوت الباز هيدا اكثر بتعطي بيس مشان هيك كبيره وعريضه ومفتوحه من تحت في كاخونز بيعطوا اكثر الباز تبع بستعمل كمان الجمبل هيدي الجمبل هلا صارت معروفه يعني عالميا بي they play it in everywhere everywhere yeah this position هلا that's the African thing انا كمان بستعملها tomorrow in the show tomorrow night you will see that I'll be using two jumbles on my right and left hand on stands ساعتها بدبل الدومز تبع الدربوكا بصوت بيس بس انا كمان فيني استعملها in the recordings or على المسرح كمان دوات or trio or it depends or as a solo بستعملها مثل صوت طبل كبيره بنقلها بدهولها هي صوتها حلو طبعا هون بيتغير الفيل مش مثل الفيل الطبلي هون بس بيتغير حلو صوتها بتشبه الطبل الدومباك الايراني بتشبهها Thank you.
طبلة بتشبه التانية، ما في طبلة بتشبه ولا ممكن تكون exactly the same tuning ولا ممكن بتكون التيون تبعها different. هلا بتعرفوا انتوا هاي الطبلة من شو معمولة؟ هي فونت ألمنيوم بيقولوا لها dirty metal هون، وهذا الصانع اسمه كيفورك أرمينيا ليبانيز، هيز ماستر هيز ذا بيست. ايه كيفورك، مشان هيك وعد حاطين على اليوتيوب هات ما يوتيوب. بيوتيفول. هون السكن هيدي بلاستيك من زمان. انا عندي بعض اياه هون، يعني I still have the original دربوكاس كلاي وجلد سمك كثير حلوه. ايه بس كثير انا خايف عليها كثير ما بسافر فيها ولا ممكن. نو بس ريكوردينجز وهيك بس. هاي كثير فيري براكتيكال بيوتيفول، لاعبين باحلى مسارح بالعالم. بيوتيفول اكوستيك، الاكوستيك كثير حلو. هون انا مختلف مع الاكوستيك لانه مكتوم الدوم تبعها. اذا هلا انا بيجي لهون بلعب فتح الدوم، شفتوا كيف صوت؟ حسب وين بالاوضه، بالاستوديو نفس الشيء. يعني من انا وصغير يمكن من زمان بالبيت حسب نقي زاويه معينه اتمرن فيها. محلات تكون يمكن بالحمام كمان او بالايه عم تطلع لانه في صوت صوتها كثير حلو هون. كمان بس كثير حلو، بتعطي كثير حلو مع ريكوردينغ، كثير بستعملها بالريكوردينغز بس انا كمان بستعملها على الطبله. ليه لا؟ بنعمل صوت ثاني كومبينيشن ثانيه كانه بونغوز عم بيلعب مع شيكر. So click on. على الطريق فيني سرع الساعة، الساعة ما بتسرع بس أنا إذا بدي سرعها أهم شيء للبركشنز إنه يكون البالانس تبعه مضبوط، الميزان أهم شيء. تمبو as I can بالطريقة اللي عم بلعب باليمين فيها لحتى تبين كأنه اثنين عم بيلعبوا نفس الوقت. يعني خلي هالجروب ماشي كنترولينج كتير حساس، كثير حساس كنترولينج بالطبلة. هون بدنا نفحصكم الشغلة هلا.